أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعطي الأسوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليتأسى بالرسل الذين أرسلوا قبله فيعرضوا عليه ما تعرضوا له من الإيذاء حتى يسهل له مهمته فلا يصده أي إيذاء عن غايته نحو ربه. ولقد آتينا موسى وهارون لأنهم الاثنين رسل اشدد به أزري وأشركوا في أمري. الفرقان قلنا المادة فرقا تدل على أن شيئين كانا متصلين فوقع بينهما تفريق، هذا الفرقان. فرق وفرق، المصدر إن قلت فرق بينهم فرقا أو فرق بينهم تفريقا. فرقان دي مصدر زي فرقا بس فيه مبالغة، كما قلنا قرأ قراءة، لكن عند القرآن نقول قرأ ايه؟ قرآنا. دي القراءة اللي هي تسمى ايه؟ تسمى. وقلنا زمان غفر الله له لفلان، ما قلناش غفرا ولا غفرانا، زودناها يعني لان دي عايزة ايه؟ اذن فالمادة اللي زائدة اللي هي الالف والنون تدل على ان الفرق في هذه المسألة فرق ايه؟ فرق جليل وفرق واضح، لأنك كنت تفرق بين شيئين الأمر بينهما هين يبقى ده فرق، إنما تفرق بين شيئين ويترتب على ذلك خطورة في المجتمع، خطورة في التكوين، خطورة في حركة الحياة، ده يبقى فرقان صحيح. طيب الحق سبحانه وتعالى الكلمة دي وردت في القرآن عدة مرات، تبارك الذي إيه نزل الفرقان على عبده. فرقان قلنا القرآن من أسماء لأنه يفرق بين حق وباطل، كويس أوي. طب وقول الحق سبحانه وتعالى إن تتقوا الله، فعلى أي منهج نتقي الله؟ نتقي الله نعمل إيه؟ نعمل اللي يقول عليه القرآن. إذن إحنا ما نتقيش الله إلا بمين؟ إلا بتنفيذ تعاليم القرآن. بقى إن تتقوا الله أي بتعاليم القرآن الذي نزل على محمد نجعل لكم فرقانا. بقى هيجي فرقان تاني بقى، فرقان يعني نور بقى تفرق به بينه في المتشابه في الأشياء المشتبهة الأول. إن تتقوا الله يجعل لكم إيه؟ نقول تتقوا الله أي تنفذوا أوامره، وأوامره مأخوذة منه من القرآن. بقى إن تتقوا تعاليم القرآن إيه؟ يجعل لكم فرقان، وعلى قدر ما تتقي يجيء لك الفرقان. تبقى اللي هي إيه؟ فراسة المؤمن، اللي هي البصيرة، اللي هي الإشراقيات اللي تيجي للإيه؟ للإنسان. ولذلك الإشراقيات دي اللي تسعف الإنسان بالبصيرة في وقت المأزق، ساعة ما تيجي نقول ده فلان ذكي. ذكي يعني إيه؟ يعني يستحضر في وقت إيه؟ أشياء قد تكون بعيدة إنما عقله خطفها وجابها لتنفعه في هذا الوقت. يقول لك حضر البديهة، بديهته إيه؟ حضر. مثلا واحد اسمه كان يضرب به المثل في الذكاء إياس، إياس بن معاوية، مش معاوية اللي هو بتاع علي، لا إياس بن معاوية ده يضربه أذكى من إياس. العرب تضرب بالمثل تقول فلان أذكى من إياس. الله، في حلم أحنف في إقدام عمرو، في سماحة حاتم، في حلم أحنف في ذكاء إياس. يعني أكن إياس ده مضروب بالمثل في إيه؟ في الذكاء على الأول. المنصور في آخر مرة يحج بيت الله، المنصور الخليفة العباسي، بلغه ان سفيان الثوري مش موافق عليه وبيتناوله وبيقول ده جائر ده الى اخره. فقال انا احج العام، يعني هحج السنه دي، انا عايز جسمه يصلب وانا داخل مكه اشوفه. فبلغ الخبر اهل ايه؟ اهل مكه. كان في واحد من المتصوفه اسمه الفضيل بن عياط، وفي واحد تاني اسمه سفيان بن عيينه، كانوا يدللون سفيان الثوري. يعني يدللوه يعني ايه؟ يعني زي ما نحن نقول بندلعه،
وشوف بقى تجميع الاكابر ويا بعض يبقى ايه بقى. فقاعدين في المسجد وسفيان الثوري حاطط راسه في حجر الفضيل بن عياض ورجليه في حجر سفيان بن عيينه. شوف الدلع بقى قاعد في المسجد ده واخد راسه وده واخد رجليه. فجم الناس قالوا ده المنصور ابو جعفر المنصور الخليفه هيجي يحج، وقال لازم سفيان الثوري ينصلب كده يدخل اشوفه مصلوب. فلما بلغهم هذا الكلام وهم بيدلعوه كده قالوا اسمع يا سفيان ما تفضحناش، يعني ما تفضحش الاولياء ونقول ده اجروا عليهم ولاد الدنيا، يعني ما تفضحناش احنا يعني متصوفه بقى وناس طيبين. قال له ما تفضحناش وهم اختفي، لانهم يجون مسكوك وعملوك زي دي الناس يضعوا في اعتقادها في مين؟ في المنسوبين الى الله. ما تفضحناش والستر. نبص لهم كده قال والذي نفسي بيده لا يدخلها. الذي نفسي بيده لا يدخلها. وبعدين ايه اللي حصل؟ ايه اللي جاب الحكايه دي؟ قاموا هو بقى كده وهم بقى قاعد كده مبسوط 24 بلغهم ان ابو جعفر المنصور راكب كده وداخل من ناحيه الحجون، فالدبه بتاعته عصره فوقع فوجئ يعني اصيب بكاس فمات لساعته. وبعد ذلك دخلوا به المسجد الحرام وصلى عليه سفيان الثوري. اهي انت اتقوا الله يجعل لكم ايه؟ يوم يجي له الخاطر كده يقول له لا اطمن ما يحصلش حاجات من دي، دي منين ياخدها دي؟ منين يجيبها؟ من الايه؟ الفرقان. فرقان النور اللي ربنا يقذفه في ايه؟ في نفس المؤمن كده ويقول وبيقولها ايه؟ وبيقولها بتحدش ما يدخلهاش يعني ما يدخلهاش. وبعدين هو يصلي ايه؟ يصلي عليه. يجي مره ثانيه مثلا يجي خليفه المهدي، برضه خليفه عباسي، يجي المهدي يدخل الكعبه فيجد واحد صبي صغير صغير كده قاعد وحواليه 400 من اصحاب الدقون الملتحين الكبار وهو لسه شاب صغير كده وقاعد يقرا الدرس لهم. قام هو دخل كده شاف الواد صغير كده والناس قاعدين كده فقال اف لهذه السعانين، سعانين عاملين دقون كده وقاعدين اللي قدام الواد كده، اما كان فيهم من يتقدم يعني. ثم تقدم الى الغلام ده الصغير كان سنه كده 16 17، قال له كم سنك يا غلام؟ بده يقرع بقى ففهم الواد ذكي، فهم ماذا يقصد لانه شايف قدامه كلهم ناس كبار وبتقول ومسنين وهو قد كده. قال له يا امير المؤمنين سني سن زيد بن حارثه حينما والله ولاه رسول الله اماره جيش فيه ابي بكر وعمر. الله اسامه بن قال بارك الله فيك بارك الله فيك وقدره. اسامه لسه صغير. وبعدين قال كان هو القائد على الجيش اللي فيه ابو بكر وايه واسامه راكب على الجواد كده وابو بكر وعمر ايه ماشيين. قال له كم سنك؟ قال له سني سن اسامه بن زيد حينما ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم اماره جيش فيه ابو بكر وفيه عمر. قال له بارك الله فيك. ادي الذكاء بقى، ادي الفرقان يجي له، ايه اللي يجيب دي من هناك يجيبها هنا؟ الفرقان اللي ربنا ربنا يعطيه له كده. نعم. اذا فكلمة فرقان تطلق على اطلاقها في كل شيء يفرق بين حق وباطل. نقول على القرآن تسلم، نقول اللي نزل على سيدنا موسى تنفع وتنفع. لكن اصبح علما في فرق بين العلم وبين الوصف. كل ما يفرق بين حق وباطل تقول فيه فرقان. انما الذي سمي اسما القرآن الاسم اذا اطلقت تبقى تنصرف الى مين؟ الى الفرقان. ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان. وفي بقى لما قعد الواحد يبحث في كلمه فرق او فرقان وتفريق ومش عارف ايه، جينا لقينا في قصه موسى ايه، وايه من الايات او اول ايه لموسى في قوله واذ فرقنا بكم البحر.
إذن فكلمة الفرقان لها صلة بمعجزة إيمين معجزة موسى. الفرق حاجة متصلة بنعزلها. أم قال لك بس بتختلف فيه شيء متميز إلا متميز في ذاته لأنه مجموعة يا بعض. أنت جبت مثلا برتقال ويا تفاح ويا اسفنج ويا ليمون خلصهم مع بعض كده يبقوا مجتمعين مع بعض. إنما الفرق بينهم سهل. ولذلك ده يسموه حتى في علم الحساب لما خدناه يسموا فيه شيء اسمه الخلط والمزج. باب الخلط والايه والمزج. الخلط انك تخلط اشياء من السهل انك تفصلها عن بعض. انما المزج لا. المزج انك انت تجيب اشياء وتمزجها مع بعض بحيث تصير شيئا واحدا. جبت مثلا شوية سكر وشوية ليمون وعملت ليموناتك تبقى انت اسمك مزجتها. مزج دي اسمها ايه؟ لان ما يمكنش تفصل دي يعني ايه عندي. السوائل ما نقدرش نفرقها كده عن بعض لانها هي اصلها ايه استطراق. فيبقى فرق الله لموسى البحر مع انه سائل من اعظم الوان الفروق. يبقى ما مش فرق ده فرقان دي لانه ميه. طب تراب رمل حصى تعمله كده ايه انما ميه تفرقه. ادي بقى المعجزه بقى. يبقى تسميه فرقان بالنسبه لمين؟ يبقى فرق الله البحر. اياك ان تقول فرقا انما تقول عليه فرقه ايه لانه يفصل سائل عن بعضه. وده يبقى ده الماء سيوله. وبعدين يقول لك كل فرق كالطود الايه بقى الميه سيوله دي تبقى جبل. مين اللي يعملها بقى دي؟ يبقى ده فرق ولا فرقان بقى؟ ده اسمه فرقان. اذا ففرقان لها صله بمين؟ لها صله بموسى. يعني ينور للناس عشان يهتدون الى مسالك حياتهم بدون عطب او اعطاب. لان لو ما كانش النور الواحد يمشي. احنا قلنا زمان اما ان تصطدم باقوى منك فيحطمك. انت ماشي بالليل كده في الشقة ما فيش نور ولا بتاع وجيت الدولاب راح خبطك ولا الكرسي راح ضربك مش عارف ايه. وان انت جيت لاقل منك تحطمه. يبقى النور بيعمل ايه بقى؟ يهديك للأشياء فتسلم من أقوى منك ويسلم منك من هو أضعف منك. يبقى الضوء ده ضروري ولا ما ضروريش؟ يبقى الضياء ده اللي يبين للناس إيه؟ حركة الحياة ومسالكها ليسلك الإنسان كل فريق عن إيه؟ عن بينه. فلا يتعب هو ولا يتعب إيه؟ ولا يتعب غيره. وضياء وذكرا للمتقين. كل ما القرآن يجي أو الآيات أو البتاع تقوم اللي غافل اللي عنده غفلة يعمل إيه؟ تنغزه كده يقوم إيه؟ يهب من غفلته. لأن إحنا قلنا لما غفلة تيجي على غفلة تيجي على غفلة يتكون ران. ولذلك لما جم يشبهوها قال لك تعرض الفتن يعني غفلة الناس عن الدين ينفتن بحاجة يقوم ينسى. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. شفت الحصير لما بتجيب عود وتلم وبعدين تجيب عود تاني وبعدين تجيب عود تالت. ايه الفتن بتجي على الايه على القلب زي ايه كالحصير عودا عودا. وفي رواية عودا عودا يعني يجي عود وبعدين يجي تاني عود. وفي رواية عوزا عوزا يعني يستعيذ بالله من ان تحدث لمؤمن. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا. وفي رواية عودا وفي رواية عوزا. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. لما يجي تذكير من اول عود يبقى ما نجيبش العود الثالث. انما ما يجيش ذكرى تذكير نجيب العود الثاني. ولذلك يقول ايه تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. فايما قلب اشربها يعني قبلها بقى العود والعود والعود نكتت فيه نكتة سوداء. نقطة سودة. ولتيجي العود الثاني يعمل ايه نقطة سودة. والعود الثالث يجيب ايه نقطة سودة. وايما قلب انكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. بقى اللي يقبلها تتعمل ايه واللي ما يقبلهاش تتعمل له نكتة ايه حتى تكون على قلبين. صدق رسول الله. على ابيض مثل الصفا
اللوك بيضة بيضة بيضة، وكل ما تيجي فتنة يتيجي على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والآخر اللي هو ابن النقطة السودة كالكوز مجخيا يعني منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فقال من السائلين قال إذن ذلك هو الران الذي يقول الله فيه كلا بل ران على قلوبهم ما كان. يبقى الذكر بيعمل ايه بقى ساعة ما تيجي كده يروح مفكرك. نعم. وذكرا للمتقين. من هم المتقون؟ الذين يخشون ربهم بالغيب. الخشى يخشون، الخشية خوف، بس خوف بتعظيم ومهابة، لأن في حاجة تخاف منها وتكرهها وتحتقرها، إنما في حاجة تخاف منها مع الإيه؟ مع التعظيم. زي ما الواحد يخاف من أبوه، زي يخاف مثلا من جده مثلا، يخاف من أستاذه، اسمه خوف بإيه؟ بتعظيم. ومعنى تخاف، تخاف لا تكون انت مقصر في المسائل اللي هو عايزها لانه مقاييسه عاليه وانت يمكن تمشي عارف ايه، انما بتعظيم وايه ومهاب. يبقى الخشيه. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى يشرح دي في ايه ثانيه يقول ايه، انما يخشى الله من عباده العلماء، لان هم الاعلم بحكمه صنعه الصانع وهندسه الكون. كل ما يعرف الصانع ده مش عارف ايه ازاي ده وايه خشيه، خشية خوف ليه؟ لأن يكون أنا مقصر شوي، إنما بتعظيم ولا لا؟ ولذلك إيه؟ من خشي الرحمن بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب. وذو كان في الملك يخافون ربهم بس من فوقهم على رأسنا. خوف بحب مش كده ولا إيه؟ الذين يخشون ربهم بالغيب. بالغيب يعني إيه؟ قال لك ربنا احنا بنشوفوش بعينينا، انما احنا بنشوفه بآثاره. ولذلك الذين يؤمنون بالغيب او بالغيب يؤمنون بالاشياء اللي مايش قدامهم لكن ربنا اخبرهم به، فاصبح غيبها باخبار الله مشهدا. الذين يخشون ربهم بالغيب او الذين يخشون ربهم بالغيب اي في حين خلوتهم عن الخلق، يعني هم مش محدش شايفهم، انما تلاقي خايف من ربنا وانكسار وادب حتى مع نفسه هو قاعد في بيت ولا حد شايفه. وفي واحد بيبقى نمرود ويجي قدام الناس يتمسكن بقى ويعمل انه يعني مش عارف ايه، ما مش خشية بالغيب بقى. يعني عايزين الخشية امتى؟ بالغيب، وانت غائب في خلوة مش في جلوة مع الناس. نعم. يبقى ثلاث معاني، الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. مشفقون، يجي واحد يقول لك مشفقون يعني خائفون، يقوم يقول لك لا، ما دام عندهم خشيه بالغيب ويخافوا ويشفقهم يبقى لازم الاشفاق برضه خوف انما مصحوب بحاجه ثانيه زايده شويه. اما اللي يخاف من حاجه ياخذ حذره منها، يبقى مشفقون يعني ياخذون ايه حذرهم. نعم، ياخذوا بالهم بقى. وذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون حذرون أن تقوم عليهم ولم يعدوا أنفسهم إعدادا كاملا لا يفرحهم بجزاء الله إذا عتى يلقونه. وهذا ذكر بقى، ذكرا بقى باب التوراة ذكر، قال لك وهذا بقى القرآن اللي أنا نزلت عليك يا محمد ده إيه؟ ضرب ذكر. نعم. وهذا ذكر مبارك، ذكر ذكر بس انما ده مبارك، يبقى ما هي البركه؟ بركه يعني مبارك، يقول لك الشيء ده مبارك مبروك. ايه يعني مبروك؟ ام قال لك ان يعطي الشيء من حصيله الخير فوق ما كان يظن فيه. يقول لك ده مبروك يا اخي، والله انا اشتريت كيلو لحمه وطبخناه وبعدين جاء فلان وفلان 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 يقول الاكل افضل يجي 10 15، كان مبروك الاكل. مبروك يعني ايه؟ أن يؤدي الشيء فوق ما كان مظنونا منه أن يؤديه. ولذلك لما النبي يجيب مثلا مش عارف قاع بلبن ويسقيه يقول لك كلنا شربنا، هو قال له طعام قد كده ويكفي الجيش كله مثلا، يبقى اسمه ايه؟
ولذلك انت تقول له يقول لك فلان يا اخي ده مرتبه كام دي؟ يقول لك ده مرتبه 25 جنيه وما شاء الله يا اخي تشوفه لابس كويس وعيال لابسين كويس وبتاع وبتاع. يقول له اصل الفلوس مبروكه مبروكه يعني يعني ما بتنصرفش في هلس ابدا بتنصرف في نعم. وهذا كتاب ايه؟ وهذا ذكر مبارك يعطي ايه؟ يعطي خير. طب ما دام مبارك ويعطي الخير فوق ما كنتم تظنون. ياكم بس تفتكروا ان هو بس جاي كده بشويه تكاليف ومش عارف ايه، ده فيه خلود وفيه اسرار وهيقعد يديلكوا البركه دي الى ان تقوم الساعه. الله يعني البركه فيه الى ان تقوم الايه؟ شوف بقى اللي كل يوم يجي يبقى فيه حاجه جديده. ولذلك ايه؟ لا يخلق على كثره الرد. تسمع الايتين من النهارده وتسمعهم من بكره وتسمعهم بعض هو الجمال فيها. طب هات اي كلام تاني وكرره كده. يقول هو احنا هنقسم ابو زيد كل ساعه تقول لي ابو زيد ايه الكلام؟ انما ذكر ايه؟ لا يخلق على كثره الرد ولا تنقضي عجائبه، اعلاه مثمر واسفله مغدق. مع ان الاعلى لما يثمر يبقى الاسفل الورق اللي تحت يصفر كده ويقول ايه؟ قال لك لا اعلاه مثمر يعني في اخر السفر واسفله ايه؟ ما يضيعش. نعم. وهذا ذكر مبارك اي لان ما فيه من الخير سيتجاوز العصر الذي كان فيه الرسول ويتجاوز كل الاعمار وكل القرون فيعطي كل يوم لونا جديدا من اسرار قائله ومتكلمه. نعم. وهذا ذكر مبارك انزلناه افانتم له منكرون؟ تنكرون كلام حلو ده؟ ازاي تنكرون؟ امال بتقولوا ده سياح حلو تقولوا؟ قال لك ده فلس حجه. فلس ايه؟ حجه. لان بيلونوا لك دي لا كده لا كده. طب هو ايه ما تقولوا لنا ما حاجه واحده يعني كده؟ كلهم يتنططوا بين المنكرات دي دليل على انه كلام ايه؟ تصيد منشود. واحنا ردينا على كل واحده. اولها قالوا سحر، قال له طيب يا اخي اللي سحر غيركم زي ما بتقولوا يسحركم وتنفض الحكايه. ايه اللي بقى خلاص بقى. نعم. وهذا ذكر مبارك. شوف كلمة وهذا له ده دليل على أنه يجب أن لا يشار إلى شيء إلا إلى القرآن. إن قلت هذا بس هو هذا ليه معنى القرآن؟ نعم. 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 وهذا مش قال له هذا القرآن؟ وهذا بس زيادة كده. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون؟ طب دليل على ان هم مش منكرون التغفيل بتاعهم ما بيبقاش عند اليقظه. يقول ايه؟ يعني لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. اذا القران ملكوش فيه كلام. القران حلو قوي بس المساله انه جاي على مين؟ على لسان محمد. يبقى القران يبقى انتم انكرتوش. نعم. وهذا ذكر مبارك انزلناه أفأنتم له منكرون؟ أدي قصة من قصص موسى، قصة موسى بإيجاز يعني كده حاجة تانية. ولقد آتينا إبراهيم رشدا، حاجة تانية بقى. طيب إبراهيم قبل موسى ولا بعده؟ قبل. لما جاب حكاية إيه موسى؟ ليه؟ لأن صلة اليهود بموسى قريبة قوي، واليهود هم اللي كانوا اهل جدل في الكتابيات دي، فجاب لهم الايه؟ سيدنا موسى. ولقد آتينا إبراهيم رشدا. الله، ما هو الرشد أولا؟ الرشد هو اهتداء العقل إلى الأكمل في الصلاح والأعلى في الخير بحيث لا يأتي بعد الصلاح فساد ولا بعد الخير شر. الله. هذه الرشد بقى اللي على أصل. يصل رشده يعني ايه؟ ان هو اهتدى عقله اللي هو بيختار البدائل الى شيء هو قمة الاصلاح وقمة العلو. ويبقى قمة الإصلاح وقمة العلو إن لم يسلم بعد ذلك إلى فساد أو يسلم بعد العلو إلى هبوط. ولذلك يقول لك ده الشيء الفلاني ده من الفنون الجميلة اللي النفس تنبسط لها ومش عارف الرأس فن جميل. يا سلام. طب لازم تخليه جميل طوال ما ينحدرش لأنه يبقى قبيح.
هو عجبك دلوقتي؟ طب وبعدين بقى لما يقعد يغريك بمفاتن المرأة بقى يجرى ايه بقى ان شاء الله؟ ولا يغريك باللي بترقص ويمكن تروح بقى تبص لمراتك كده يعني الله ويفسد على الناس مراتك يا سيدي ما تقدرش تعمل لك الحركات دي. فلما انت تشوف حركات زي دي وتشوفها يعني غلبان كده زي البومة غلبانة ما تعرفش تعمل ايه؟ تبهدل حركة البيت. يبقى لازم انت عايز فن جميل يبقى لازم يفضل جميل ولا يجيبش قطلة بعد كده. انما جميل ويجيب لي قطلة بعدين ما يبقاش جميل ده. يبقى جميل سطح للحمقى. ولذلك الامام علي ادينا الكلمة اللي هي يقول لا شر في شر بعده الجنة ولا خير في خير بعده النار. اتوزنوا وخذوا رشدكم. تبقى الرشد هو ايه؟ اهتداء العقل الى الصالح الاعلى او الى الكمال الاعلى او الى الخير الاعلى لما يهبطش وينزل خلل. الرشد ده له اتجاهين، رشد بنية ورشد معنى. رشد البنية في اكتمال تكوين الانسان بحيث كل جهاز فيه يبتدي يؤدي وظيفته، وده ما يجيش الا بعد البلوغ. بعد البلوغ ربنا جعل المسألة الجنسية هي لما تيجي تبقى هي الفاصل في بلوغ الرشد البنياني، بقى انسان خلاص انسان سوي قادر على انجاب مثله.